علم بالقلم وألهم نوابغ الكلم، أنزل القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد ديمة البيان المنسجمة، وعلى موسى الكليم وعيسى الكلمة. يا ربي هذه ذنوبي في الورى كسرت، وليس لي من عمل في الحشر ينجيني، وقد أتيتك بالتوحيد يصحبه حب النبي وهذا القدر يكفيني. نصلي عليه، نصلي عليه كما أمرنا أن نصلي عليه، نصلي عليه بعدد النجوم في السماء وبعدد الرمال في الصحراء وبعدد الوحوش في البيداء. سيدي يا رسول الله، ألست أنت القائل زينوا مجالسكم بالصلاة عليه؟ والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي، ولا جلست إلى قوم أحدثهم إلا وكان حديثك بين جلاسي، ولا حممت بشرب الماء من ظمأ إلا رأيت خيالا منك في الكاس، وإذا عزمت إلى المسير جئتكم سعيا على الوجه أو مشيا على الراس. أيها المعزون الأكارم، في ليلة تكريم رجل كان يعرف بين الناس بالصلح والصلاح، كان سببا لقضاء الحوائج، كان قوالا للحق، كان يحكم بين الناس بالحق. هؤلاء الذين سخرهم الله لقضاء الحوائج انتقل إلى رحمة مولاه. عزاؤنا أنه انتقل في أيام الخيرات والبركات التي قال فيها النبي: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله مثل هذه الأيام. ترك دنيا الشقاء، رحل إلى دار البقاء، تعجل الرحيل، ولكن لا نقول ما يغضب ربنا منا، فالعين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول ما يغضب ربنا، وإنا لفراقك يا والدنا لمحزونون، وإنا لله وإنا إليه راجعون. انتقل إلى رحاب مولاه في أيام التروية، في أيام التروية، فغدا عرفة وبعده يوم النحر، أيام لها منزلة عند الله جليلة. وخير ما نحيي به هذه الليلة كلام الله الذي قال فيه النبي: إن لكل قوم عبادة، وخير عبادة أمتي تلاوة القرآن. كل ذلك يذاع على حضراتكم عبر قناة سفراء الإسلام برئاسة المهندس ناصر صلاح. أيها الأحبة الكرام، ألم أقل لكم المقام ليس مقامي، بل هو مقام حملة القرآن وحفظة القرآن. نستمع الآن إلى شيخ إن لم تعرفوه فاسألوا عنه المساجد، فاسألوا عنه كل راكع وساجد، إن لم تعرفوه فاسألوا عنه ساحات الأتقياء، اسألوا عنه ساحات الأصفياء. أمرنا نبينا أن نوقرهم فقال: حملة القرآن هم أهلي، جعلتهم في الدنيا إكراما لأهلها، فلولا القرآن المكنون في صدورهم والمحفوظ في قلوبهم لهلكت الدنيا ومن عليها. تعلم العلم وانهل، تعلم العلم وانهل، تم الفخار النبوة. فالله قال ليحيى: خذ الكتاب بقوة. خير ما نستمع إليه من شيخنا وتاج رؤوسنا والمقيم بدا الجمون. دلجمون كفر الزيات غربية. نستمع إلى شيخنا عبد العزيز بدوي فليتفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا قوما صالحين. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة لكم وجه أبيكم.
وتكونوا من بعده قوما صالحين. لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف لهم لحافظون.
ربنا ما لك لا تأمنا على يوسف ما أرسله معنا وطير ويلاك وإنا لقول آت صدق الله العظيم. قال إني لا يحزنني أن أكون به وأخاف أن يأكل كل وجاءوا
سفهي كمتاعنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين صدق الله وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم والله المستعان على ما تصرفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى وأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأدلى دلوه قال يا بشرى وشروه بثمن بخس دراهم معدود وكانوا فيه من الزاهدين صدق الله العظيم Thank you.
وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه والله ما أسمى القلوب وأفتنى إلا جمال محمد لما دنا قمر إذا كشف اللسام رأيته أبهى من البدر الضحوك وأحسنا شبهته بالبدر قال ظلمتني يا واصفي والله ظلما بينا استمعنا إلى شيخنا وتاج رؤوسنا فضيلة الشيخ عبد العزيز بدوي كوكبة من حملة القرآن وحافظين جاءوا ليؤدوا واجب العزاء عن نيابة عن نقابة قراء محافظة البحيرة شرفنا فضيلة الشيخ حسام عبود فضيلة الشيخ عمر سلام فضيلة الشيخ محمود الأعصر فضيلة الشيخ سعيد شبكة فضيلة الشيخ حبشي الخولي أيها الأحبة الكرام جئنا نقدم واجب العزاء لآل الناقة وعلى رأسهم فضيلة الشيخ ذلك العلم القرآني والقارئ الإذاعي قارئ الفجر فضيلة الشيخ كامل حاتم الناقة كما شرفنا في هذه الليلة معزيا فضيلة الشيخ محمد جمال خليل